بعد مرور 10 سنوات من الثورة قمنا بعدة تحركات في مجمع باس الكل. في النهاية قررنا أن ندخل في اعتصام مفتوح في محطة ضخ الغاز رقم 1 أولاد مبارك لعدة أسباب وعدة اعتبارات. إضراب الجوع هو خطوة ثانية بعد مرور 24 يوم على الاعتصام بدون أي تفاعل إيجابي من السلطة. مشكلتنا في مجمع العباس وفي الاعتصام هذا هو غياب كلي وشامل للتنمية والتشغيل بمعتمدية مجمع العباس، وتعامل الحكومات المتعاقبة بشكل متدني مع مواطني وسكان مجمع العباس واعتبارهم مواطنين من درجة عاشرة. طلبنا حقوقنا، هاي عنا محاضر جلسات مع الولايات، والولايات يكتبوا علينا كل، الوزراء يكتبوا علينا كل، والتو ما عملونا حتى شيء، واحنا قاعدين أكثر من الصفر تحت الفقر لهنا. الشعب ها هو قاعد همال، أولادنا 4 في تونس هاملين 4 من الناس، هربوا منها قالوا ما يقعدوش في البلاد وقعد فيها تحت، ناني قاعدين نكمل. هذه دار عم محمد. هذا متعدي عليه الخط تاع انبوب الغاز اللي تبع سيرغاز، لحد الساعة ما عندوش ماء صالح للشرب. هذا تم التحايل عليه بطريقة أعطوه 90 دينار مقابل 30 سنة كراء الأرض وباش يتعدى عليها الخط. دار عم محمد تبعت 25 متر على الخط، هذاك الخط وهذاك المجن وين يشرب. مجمع عباس هي منطقة ذات طابع فلاحي والأولى في وطنيا في إنتاج الفستق، مع ذلك الدولة ما مشتش في برنامج استصلاح الأراضي، ولحد الساعة نشوفوا نقص في الماء. أقوى دليل عندنا سبالة لهنا مكسرة وهذا الفستق. الشجر اللي شفناه يبعد 50 متر على المضخة رقم 1، هذه تابعة شركة سيرغاز. الأهالي هم لحموها في الثورة في الانفلات الأمني وقت ما غاب الجيش والحرس الأمن ككل، الأهالي هم لحموا تجهيزات الشركة وفي العشرية السوداء بتاع الإرهاب في الجزائر. كيف الأهالي هما اللي تطوعوا وحموا تجهيزات الشركة هذه؟ مير العشرية يعني جينا الوالي الأمير العابد دبعث للمعتمد يقول له قول بن عثمان ومن معاه يمشوا يعسوا على المحط، نمشوا نعسوا على المحط نحن، نقعدوا نصف الليل يعني بالساعتين ونبدلوا يعني من غير مقابل. كانت عندي سيارة يهزوها الحرس يعسوا بها في الحد في الواد هذا من ناحية الحد، نهار السبت ما نسوقش يعني السيارة هذه نهالي من غير مقابل. نظروا لها عندي 1000 عود غرس هلكوهولي كل ودمروه، وانا قاعد تو يابس طب، وما عوضولي حتى من الليب. الناس الاخرى كيف واحد عوضوله ب 500 فرنك المترو وواحد ب 300 فرنك. تونس بقي تدخل في 540 مليار من خلال الاتفاقية اللي صايرة بين الجزائر وإيطاليا عبر الأنبوب اللي يمر علينا. نحن نطالب بصندوق تنمية أنهم يعطونا نسبة من المدخيل هذية لفائدة مجمع عباس باش ننمو المنطقة ككل. عندنا مطالب أخرى تهم الشركة سيرغاز، هو صندوق لدعم الشباب بخاطر الشباب لهنا هو أصله معناه من عائلات فقيرة وغير قادر اللي يوفر التمويل الذاتي في اتجاه الدفع والتشجيع على المبادرات الخاصة، فنطالبوا بصندوق من الشركة هذية لدعم المبادرات الخاصة من خلال توفير التمويل الذاتي، ونطالبوا بصندوق لدعم الفلاحين باش نحاولوا نرتقوا بالقطاع هذا
ويكون عنده إشعاعه على صعيد وطني. نطالبه بالماء اللي هو مصيبة في القرن 21، نطالبه بالحق في الماء، نطالبه باش التغطية الاجتماعية للنساء الريفيات، نطالبه بالأبار، نطالبه باش العباد معناتها تأخذ حقها من الشركات المنتصبة في الجهة والتي معناتها يفرض عليها القانون بالدستور في إطار إشعاعها الاقتصادي والاجتماعي على محيطها. نطالبوا أن تكون حياة، لأنه في مجلع باس هي حياة بلا حياة، هي موت، الموت والموت هذا أخطر من الموت العضوي. الموت العضوي أنك ترتاح في قبرك، أما الموت هذا رو موت، رو بالحق موت. ثم شباب معناتها وصلت بهم إلى أرذل العمر. توا نحن نحكوا أنه في تونس ثم كل واحد بشي ينزاد جديد مسال في 7 ملايين، فببالك أنا مسال في حياتي وما شفت شيء.